جمهور الكورة ما بيعجبوش العجب بعد رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي وانتقاله لنادي الخليج السعودي. الجمهور منقسم لقسمين، ناس مع رحيله وناس تانية بتتكلم انه ما ينفعش يمشي قبل وجود مهاجم جديد. لكن انا هنا حابب اتكلم عن بيان محمد شريف اللي طلعه وقال فيه: اولا شكر فيه العمال، ودي النقطة اللي عجبتني، وقال بالنص: اخواتنا العمال اللي تعبوا معايا جدا. الحاجة التانية: يكفيني ويكفي أولادي إن اسمي موجود في سجلات النادي الأهلي، وهذا من فضل الله علي. آخر حاجة واللي هختم بيها ورسالة لازم توصل للجميع، قال إيه محمد شريف؟ قال الأهلي مفيش حد يتشرط عليه. وإنت يا محمد يا شريف خرجت من الباب الكبير، ويا شريف إنت كبرت في نظر جمهور النادي الأهلي. كل التوفيق للنجم محمد شريف.